تحسن كبير في الحصيلة الدولارية في مصر، يتوقع معاه أن الجنيه يواصل ارتفاعه مقابل الدولار والعملات الأجنبية المختلفة، خاصة بعد غياب نشاط السوق السوداء وتوقف نشاط المضاربين وتجار العملات. مصادر قالت للعربية بيزنس أن حصيلة تنازلات العملاء عن النقد الأجنبي لصالح أكبر 3 شركات صرافة تابعة للبنوك الحكومية بلغت ما يعادل 25.6 مليار جنيه، وده من وقت تطبيق قرار تحرير سعر صرف الجنيه في مطلع مارس لحد بداية الأسبوع الحالي. تدفقات العملة الأجنبية ارتفعت بشكل كبير الفترة الماضية بعدما وقعت مصر في فبراير اتفاقية مشروع رأس الحكمة مقابل 35 مليار دولار، وكمان تسلمت الشهر الماضي 820 مليون دولار قيمة الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي. شركة BMI للأبحاث التابعة لفيتش توقعت أن الجنيه هيعوض بعض خسائره خلال الفترة الباقية من 2024، وخلال التعاملات الأخيرة تراجعت أسعار صرف الدولار ما بين 7 إلى 10 قروش في البنوك، وسجل في البنك الأهلي وبنك مصر 47 جنيه فاصلة 33 قرش.